طبعا المرور بتاعنا على الطور وشرم الشيخ، امبارح كنا في الطور ومرينا على المشروعات الاسكانيه الضخمه ل 12,000 وحده سكنيه بنعملهم في الطور. الحمد لله في مسافه كبيره قوي مقطوعه، يعني يمكن الثلاث ادوار طلعوا، معظم العمارات انتهينا من الهيكل الخرساني بتاعها. احنا شغالين دلوقتي في عمليه بقى يعني البحاره والبياض وكلام من ده، ان شاء الله في خلال شهرين هتكون كل المبيعات دي نسلمها للمواطنين في مدينه الطور باذن الله. النهارده مرينا اهوت على مدينه شرم الشيخ استعدادا للاحتفالات والاعياد القادمه باذن الله. احنا هنا في منطقه المركاتو، منطقه المركاتو دي طبعا كان تعدى على المشايه اللي موجوده زي ما انت شايف، ان شاء الله احنا بصدد يعني رصفها و نفتتحها ان شاء الله مشايه للمواطنين. هيجي في العيد باذن الله هيستطيع ان هو يتجول هنا براحته ويبقى مشايه جميله، متنفس جميل لاولادنا واهالينا والسياحه اللي موجوده هنا في مدينه شرم الشيخ. هناك ايضا افتتاح لتراك الدراجات اللي احنا كنا بدانا فيه من شهرين وانتهينا منه، احد رجال الاعمال احنا دعيناه ان شاء الله عشان يفتتح معانا هذا التراك الجميل، حوالي 4 كيلو تراك عجل. احنا ايضا عندنا افتتاح مول كبير جدا في مدخل مدينه نعمه، هنفتتح مول ضخم جدا وان شاء الله هنحتفل باحتفال كبير، وفي احتفاليه كبيره هتحييها عندنا في مناسبه الاعياد والاحتفالات ووجود اخواننا العرب ودعما وتشجيعا للسياحه، ان عندنا احتفاليه كبيره هتحييها الفنانه نانسي عجرم يوم 1/8 ايضا في مدينه شرم الشيخ.